الله عليك يا حبيب الله، صلى الله على أهل بيتك المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أعظم الله لكم الأجر بمصابكم بالحسين الشهيد، صلى الله عليك يا بقية الله، عجل الله لك الفرج. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله على المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كرام وما أعلى مقاماتهم وأرفع شأنهم، كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. زهت أرضها من بشر كل شمردل طويل نجاد السيف، حلو الشمائل أرادت بنو سفيان فيهم مذلة، وذلك من أبنائك يا أمير المؤمنين صعب التناول. أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل، أرادت بنو سفيان فيهم مذلة وذلك من أبنائك صعب التناول. سيدي أيها الكرار، سيدي يا حيدر، متى ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندك أنف المجادل؟ ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالمايات بلغة آملي، فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة. تعم حاضرين حتى تذكرون هؤلاء الكرام وتبكون على مصائبهم. أي فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة، أي وأكرم من يبكى له بالمحايا، أي يا
غافلين. لكن كانت موتتهم فجيعة، عطاشا بجنب النار والماء حولهم يباح إلى الوراد عذب المنايا. أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشوا لورود الموت مشية عايا. يا جلي كلما خرج واحد منهم سلم على الحسين: عليك السلام عليك يا أبا عبد الله. والحسين يقول له: عليك السلام. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما هي إلا سويعات وإذا بالحسين واقف وحيد بأرض كربلاء. نظر يمينا وشمالا لم ير من أصحابه إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه. هذا حبيب وقد سقط على الأرض وبان الانكسار لمقتله على وجه الحسين. بعد انت شوف يعني معناته شنو. الحسين هذا البطل، هذا الليث بان الانكسار على وجهه، وذلك مسلم بن عوسج، وذاك برير، وذاك خضير. وقف عليهم نادى: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء، يا مسلم ابن عقيل، يا حاني ابن عروة، يا حبيب ابن مظاهر، يا زهير ابن القين، يا برير. هذا حتى تحزن على هؤلاء الأبطال، هؤلاء الكرام على قلب الحسين. يا برير يا خضير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون، نيام أرجوكم تنتبهون. أويلي لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفاضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح قد بذلوا؟ بالأمس كانوا معي واليوم أريدك تتفاعل حتى يزداد قلبك إيمانا. هذه طريقنا إلى أن نتخذ درجاتهم أيها الموالون أيها المؤمنون. لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفاضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح؟ هيات بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القيا نيران. أولي قامي
يشيل بيهم فوق صدره يوسدهم على رمضة الغبرة لما صفهم نادى بعبره بعبره بصوتي موج من القلم واللوح بصوتي موج من القلم ينادي ينادي وين ابو فاضل عضيدي الف واسفرحت خويا من ايدي اي الف واسفرحت خويا اي اي من ايدي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نور الله قلوبنا بمعرفة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وزادنا معرفة بأصحابهم الكرام الطيبين وزاد قلوبنا معرفة وتوجها وتفقها في آياته الكريمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الحديث كان في الليلتين الماضيتين حول النفس وبعض الحقائق التي بينها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو ومن قبل أهل البيت بينها القرآن الكريم وشرحها وفسرها وبينها الرسول الأكرم وأهل بيته الطاهرين الطيبين الذين كانوا ولا زالوا هم المخاطبين بالقرآن العظيم. ولا شك أن أول مسؤولية تقع علينا في هذه الدنيا هي مسؤولية أنفسنا، يعني نحن مسؤولون عن أنفسنا في أن ننقذها من النار، نخلصها من النار. هذه الرقاب معقودة، رقبة مربوطة والعياذ بالله بالنيران، ونحن مسؤولون أن نعتقها بعملنا بالقرآن الكريم بطاعة الله عز وجل وبطاعة أهل بيته. نعتق رقابنا أولا من نار جهنم، لأن طبيعة النفس تميل إلى الأدون، يصعب عليها أن ترتفع، يصعب عليها
أن تطهر نفسها وتزكيها، هذا أمر ليس بسهل. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. قول ثقيل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحق كله ثقيل، الحق كله ثقيل، صعب. لكن قد بعث الله عز وجل 124,000 نبي لإنقاذ البشرية. ولذا ورد في الرواية: عجبت لمن هلك كيف هلك. 124,000 نبي، إيش قد محتاج البشرية حتى، يعني كل واحد من عندنا كم معلم يحتاج حتى يصير دكتور؟ ها؟ 30,000 معلم؟ 40,000 معلم؟ كم معلم يشوف؟ 10, 20, 15, 50 صير دكتور. كم كتاب يدرس؟ كم مدرسة يروح؟ كلها تعد على الأصابع أو شيئا ما يزيد. لكن إحنا عندنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا الحجج الطاهرين 4 مع رسول الله، نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أربعة عشر معصوم. المعلم ممكن يتحدث والإنسان يشكك في كلامه. المعلمون علموا نظرية داروين، والآن المعلمون يفندون نظرية داروين. لكن القرآن من يفنده؟ لا أحد. كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما حد يقدر يرد القرآن الكريم. حضرني الآن فرد طبيب قبطي مصري قبيل هؤلاء الدواعش اللي جهات كبرى، حكومات كبرى أنشأتهم وربتهم وكبرتهم، ومعروفة يعني الأمور، سبحان الله. شوف الأدعية إيش قد قوية وجميلة: إلهي عظم البلاء. البلاء أصبح أعظم، لكن شنو؟ وبرح الخفاء. ظهر، ماكو شيء مخفي الآن. هم يكتبون عن نفسهم من اللي خطط، من اللي كبر. بن لادن من أول أولده، زرقاوي من رباه، أبو بكر البغدادي من أعطاه، وإلى آخره. برح الخفاء وانكشف الغطاء. كل واحد يجي لك فرد واحد من أكبر المخابرات، يطلع من دولة ويذهب إلى دولة ويطلع لك، بعد صارت كمبيوترات زين محفوظة الأسناد، يطلع لك أنه الأسناد المثبتة الموقعة والأحاديث الدائرة كلها، الشخص واليوم والساعة والحديث والخطط.
انكشف الغطاء. عجبت لمن هلك كيف هلك. مع هذا القرآن، مع تعب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع سعيه، مع صبره، مع مداراته للناس، أمرت بمدارات الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة. 23 سنة يتحمل، يصبر، يقتل أعزته، يتحمل حتى يهدي الناس. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقاتل على تنزيل القرآن، ثم ينقلب المسلمون، يجلس في بيته، هذا البطل المغوار، هذا الكرار، هذا الفتى صاحب سيف ذي الفقار، 25 سنة يجلس في بيته يتحمل ويصبر، وطبعا لا يسكت عن حقه، لا يسكت. وإذا وردت عبارة سكت، يعني ما حمل السيف، مو سكت يعني ما بين حقه. 3 أيام بعد ما أخذوا الأمر جاء إليهم بالقرآن الكريم وعرض عليهم القرآن الكريم في مسجد رسول الله، والأصحاب كلهم جلوس وكلهم يسمعون. أخرج القرآن الذي جمعه، نعم، من تحت ردائه. أتريدون أن أبين لكم القرآن؟ هذا القرآن وكاتب الوحي أمير المؤمنين فقط وليس أحد آخر. الكتاب الآخرين كتاب رسائل أو يكتبون عن كتاب علي. كاتب الوحي الوحيد هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا بحث يحتاج تحقيق، لكن خذوا هذه المعارف، هذه المعالم. وسبحان الله، بعض هذه مو أنا لست في صدد بيانها، إنما الأمر يأتي من باب أن المنبر له بركاته، له آثاره، له وللحسين عطاءاته صلوات الله وسلامه عليه، ولنزداد من بركاته. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجع إلى أصل الحديث. الأمر الأول، قوا أنفسكم. أنا في الحقيقة كان بإمكاني أن أستمر في الحديث عن النفس ومسائلها، لكن المهم يعني لعله المجلس البعض، يعني البارحة البعض قالوا لي تتحدث حوزوي، قلت إذا أتحدث حوزوي يعني بعض الأمور تصعب عليه، احنا لازم نتحدث مع العام الأغلب. فقوا أنفسكم، هذا الأمر الأول، وقاية، حماية، مو معالجة، تعبير دقيق. قبل أن يأتي المرض، قبل أن نصاب بالبلاء، علينا بالدعاء. قبل أن نبتلى بثقافة فاسدة، نعم، علينا أن نتعلم الثقافة الصحيحة. قبل أن نقرأ الكتب الأخرى، علينا أن نقرأ القرآن الكريم. كتابنا، رسالتنا. أحد من المغتربين حسب ما يعبر عنهم في لبنان، احنا نقول المهاجرين إلى بلاد الغرب، عدنا فرد صلة رحم بعيدة بيننا وبينه في التسعينات. سمعت أنه فتح بابه لبعض المبشرين أن يدخلون، ووصلني خبر يعني أنه قايل خلني نسمع أنه شي يقولون. قلت له خير،
أنت سمعت القرآن شي يقول، قريت القرآن، طاغوت العراق سمح لك أن تعرف وتقرأ القرآن الكريم؟ كم سورة من القرآن أنت حافظها؟ كم آية محكمة تعرفها؟ تفتح الباب لآخرين يتحدثون على أساس أي منطلق؟ هذا الدين الذي ولدت عليه، هذا الدين الذي ولد أبوك وأمك عليه، هذا الدين الذي أجدادك كانوا عليه، أول هذا الدين أولى بأن تتعرف عليه ثم اذهب إلى الأديان الأخرى. وسبحان الله، المولود يولد على الفطرة ثم إن أبواه يهودانه أو ينصرانه. دين الإسلام هو الفطرة. ووصى بها، نعم، يعقوب بنيه: يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. تسليم لأمر الله عز وجل، تسليم لأمر الله في البدء بالوقاية. أولا أقي نفسي، هذا اللي في الطائرة يقول لك أول أنت أحفظ نفسك، زين، رتب حالك، بعدين انظر إلى اللي وياك، ابنك أو غيره، لأن إذا أنت ما حفظت نفسك ما راح تقدر تحفظ ابنك أيضا. الوقاية وليس العلاج. هذه المساجد، هذه الحسينيات، هذه المجالس، والمجيء إليها والتردد عليها والاستماع إلى الخطباء، إلى أصحاب المواعظ، وقاية. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، قنطار علاج. وسبحان الله، الله هم يهيئ نفوس، يهيئ رجال أنه يحدثون هذه المراكز على الآخرين أن يدعموا، يؤيدوا، يشجعوا. أنا حقيقة في منابري، لعل آخرين يتأثرون إذا واحد يجي ينتقدهم أو يتكلم يستشكل كذا، بفضل الله ما عندي هذه الحال، مستعد. ولما لا أسمع أتأثر أنه مثلا أنا ساعة جاي قاري كذا، فرد واحد خليه يقول فرد نقطة، مو بالضرورة نقطة تأييد، لا، ملاحظة توصل إليها فليبينها. هذا اليوم أنا في المسجد جاءني واحد، ظاهرا ليس هناك من هذه الجالية أحد هنا، قال أنه يقول لي صاحبي أنه كيف تصلي وراء إمام الجماعة ولا تقرأ سورة الحمد ولا تقرأ السورة؟ أجلكم الله، هذا الكلام اللي نقله الله، أنتم أكرم والمستمعون أيضا. شنو أنا حمار حتى أوقف وراء أي شيء هو يقول أنا أسكت؟ سبحان الله، الله حمل الإمام فرد مسؤولية عنك حتى يخف عنك، أنت تقول ذاك يحمله، ها؟ الله مثل، قال كمثل الحمار يحمل أثقالا ما يعرفها. أنت ما تعرف بركة صلاة الجماعة شنو هي، مو أنت اللي تدعي على الآخرين أنهم بهذه الصورة، ثم أن هذه إهانة صلاة الجماعة.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قلت له: قل له أنت تهين مولاك أمير المؤمنين، لأنه أول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتهين بكلامك هذا أم المؤمنين زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة الصديقة خديجة الكبرى، تهين جعفر الطيار، تهين كبار أصحاب رسول الله العظام المنتجبين الصالحين، لكن ما تعرف البعد. لماذا هذه الفكرة؟ أنا أعتقد في قسم من عدها أنه صرف قلبه ووجهته عن مثل هذه المجالس لشبهات، فصرف الله قلبه. تجي شبهة ورا شبهة، فتنة ورا فتنة. وذروا البيع، شوفه يروح لا صلاة الجمعة يعلل. وهذه مساجدنا نراها، سموه هنا في مناطق، وسلام الله على الحسين الذي بذل مهجته ليستنقذ هذا الخلق المنكوس. البشرية وين قاعد تروح؟ مرة أخرى تعذروني على بعض الأمثلة التي ذكرتها، لكن الوضع يؤلم، والوضع أكثر إيلاما من هذا حقيقة. قوا أنفسكم، النفس أولا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤوليتنا الثانية الصعبة أيضا والمهمة والثقيلة، مسؤولية أولادنا. اللي في بلادنا لعله هاي المسؤولية أسهل عليهم من جهة من بعض، لكن أنتم كآباء مسؤوليتكم عظيمة في هذه البلاد بالنسبة إلى أبنائكم. والإنسان مسؤول، يسأل إذا ظل ولده والعياذ بالله، كيف جعلت بيتي؟ دزيت إلى المدرسة قبل المدرسة، تركت هكذا، لا عرفت بربه، لا ذكرت بأهل البيت، برسول الله، بأهل البيت. إحنا ما نقول أهل البيت، على رأسهم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الكريمة التي تلوتها، كيفية توجيه وتربية واستنقاذ من هم، نعم، في حد أنفسنا، أفلاذ أكبادنا، أبنائنا، والذين هم أحوج في هذه المناطق إلى التربية الصالحة، لأنهم يعيشون في مجتمع غير مجتمعهم. في سنة في الثمانينات انقطعت عن بلاد الإسلام لسفر علاجي 4 أشهر. يشهد الله، لما رجعت أولا إلى السيدة زينب سلام الله عليها. لما سمعت صوت الأذان أوقفت التاكسي، قلت له انزل أريد أسجد لله تبارك وتعالى. سمعت صوت الأذان فتح قلبي. 4 أشهر ما نسمع صوت الأذان، هذا إلى أثره، وإلا لماذا يدعو الله تبارك وتعالى؟
لماذا الأذان في أذن اليمنى للطفل المولود والإقامة في أذنه اليسرى؟ إلى أثره، وبعدئذ خلاص ينتهي؟ لا، هناك تعليمات كثيرة. من جملتها أنه ليكن كما أفهم من الآية الكريمة ابني كنفسي كفلذتي، في الجانب الديني مو فقط في العلاقة العاطفية. لما يدخل الإمام الحسين سلام الله عليه كما في حديث الكساء على أمه الزهراء السلام عليك يا أمه، فتقول له وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي، أقرب إلي، أحببه إلي. أكو آخرين برا قاعد يحببون أنفسهم إلى هذا الولد، برنامجهم هالشكل. ما نقول بنية المؤامرة أو بنية ما أدري كذا، هذه تربيتهم، هذه توجيهاتهم لمجتمعهم، لكن هذه بالنسبة لنا لأبنائنا في بعض الجوانب الدينية مؤثرة. أنا هنا لابد أن أحبب ولدي إلي بأكثر ما يتعلق قلبه بالآخرين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الموعظة تكون من من؟ ممن قد ربى نفسه، يكون في موضع لقمان الحكيم المعروف عند البشرية بالحكمة. والله في القرآن الكريم يثبت مقالته، يمجده، يثبت طريقته ووسيلته. موعظة، صادق ابنك، صير رفيق له، صير صديق له، سولف له، بين له. الله يرحم الوالد برحمته الواسع، بالليالي مع كثرة مشاغلها، كثرة مشاغلها في ذلك الزمن، بالليل تقص علينا قصص الأنبياء. الأب لازم يقرأ قصص الأنبياء، يقصها على أولاده، القصص الصحيحة، قصص الحق. أنا أستذكر كتاب لسماحة المرجع الأخ، كنا ندرسه في مدرسة الحفاظ القرآن الكريم في كربلاء اللي أسسها الخال المرجع الفقيد رفع الله درجاته، محمد قدوة وأسوة، اللهم صل على محمد وآل محمد. هو اسم الكتاب كان يدعونا إلى أنه قدوة وأسوة. قسم من القصص محفوظة عندي من ذاك الكتاب الذي كنا ندرسه، ينحفظ، ينطبع. قلب الحدث كالأرض الخالية، الرواية تقول، شنو تلقي فيها ينبت. عليكم بالأحداث فإنهم أقرب إلى كل خير، لعله في الرواية، لعله إلى كل خير، هذا اللي في ذهني. فالأولى لابني، أنا لابد أن أقوم بالأمر، أنا أبين له، ما ألقي اللوم إلى آخرين، عليهم أن يقوموا بالأمر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، في موقع الموعظة والتوجيه، وأفضل طرق الموعظة هي القصص، وأفضل القصص ها قصص الأنبياء. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قرآن فيه قصص، أكو كتب
نبين قصص القرآن الكريم. مو أجيبه وأذبه، لا، أنا لابد أن يكون عندي دور، مو الكتاب. سماحة الأخ آية الله السيد هذا المدرس يعد فكرة حلوة، يقول الله تبارك وتعالى أي لم ينزل كتابا إلا مع رسول، لكن بعث أنبياء من دون كتاب، كثير من الأنبياء. فهاي الطريقة اللي بعض الآباء يقومون بها، أنه يشوف مسؤوليته أنه يشتري الكتاب ويجيبه ويخليه في مكتبة ابنه، لا، الإنسان يحتاج إلى معلم. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت معلما، يعلمهم الكتابة والحكمة، يزكيهم ويعلمهم الكتابة. أنا لازم أكون الواعظ، المعلم، المربي. ولنكون معلم أبنائنا في البدء، الآية قاعدة تبين أنه في المقالة في الموعظة، لكن في أصل التربية يكون الوعظ بالفعل الصالح، بالكلمة الطيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أمرونا علموا أولادكم حب أهل البيت، علموا. شوف طرق التعليم ما هي الآن، وسائل متعددة مختلفة، علينا أن نحبب إليهم. وسلام الله على أهل البيت، واحدة من الأمور الأساسية اللي في الحقيقة إحنا هنا نتعلمها، الحب. الحب، حب الحسين، حب الخير، حب العمل الصالح، حب الإيثار، إيثار الآخرين، حب الدفاع عن الحق، حب السبق إلى الخيرات، كل في هذه المجالس. ونبراسنا ومثلنا وقدوتنا وأسوتنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته الطاهرين. الموعظة تقريبا بالمحبة، الموعظة ثلاثة، القضية الأساسية مسألة أن أكون مثلا له، مثلا صالحا طيبا. احنا في بعض البلاد حقيقة نجد أكو فرد تربية خاطئة، تبدأ من اللسان، تحدث ويا ابنها الصغرى، ها لا تسوي هالشكل، حتى كلمة أضربك ما يقول له، يقول له أكتلك، أكتلك، أمحيك، أدفنك، يعني فرد كلمات. الأمايا المرأة تقول إلى ابنها الله ياخذك، عجيبة. بدل الدعاء للولد يصير الدعاء على الولد، الدعاء مؤثر. هاي مو قضايا، يعني مو تحريك فرد هواء، لا، يا آية قرآنية كريمة تجعل فرد أمر خاص بعد الأمر بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. المنهج التقوى، واحدة من الأمور اللي لازم نتقي الله فيها القول السديد. والقول السديد لمن؟ ليسدد أبنائنا. أقول له أمحيك، أنهيك، أدفنك. وين أسا أنا أسا ما يخالب بعدين أدعو علي، الله ياخذك، الله يكتلك، الله 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 الله. أين نحن؟ وتعالوا لاحظوا زينب الكبرى سلام الله عليها، شوف التربية. هؤلاء قد زقوا العلم زقا مع الطعام، اشكر ربك مع الطعام، احمد ربك
مع الطعام هذا زاد الحسين، مع اللقمة هاي بركة الحسين، ها مع اللقمة هاي بركة السيدة زينب، مع اللقمة هاي بركة هالليلة، ها السيدة رقية سلام الله عليها عمرها كان 3 سنوات. سمعتي؟ كرر معه العلم، الدرس حرف والتكرار 1000. لا تقول سمع بالحسينية والمجلس، لا واحد يعيد، تذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، لابد أن واحد يذكر. زينب جلست في حضن أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، تذكر الرواية تقول 3 سنوات عمرها، توجهت إلى أبيها: أبا أتحبنا؟ قال: بلى يا بني، حبكم. لا، الحديث إلى مقدمة. قالت: أبا أتحب الله؟ قال: بلى يا بني. قالت: وتحبنا؟ قال: نعم. قالت: لا يجتمع حبان في قلب واحد. الله، فقهاء بعد دراسات يوصلون إلى هذه المعرفة. ما جعل الله في جوف من قلبين، ما كثنين. فالمحبة لله والشفقة علينا، الحب لله والشفقة علينا، هاي تربية منه، تربية فاطمة الزهراء. هؤلاء قوم قد زقوا العلم زقا. ورحم الله الشاعر الذي قال: لا عذب الله أمي إنها شربت. اذكروا أمواتكم، إذا الآباء الأمهات الذين رحلوا نهديهم. نعم، هذه المجالس نهدي لهم بعض الصالحات لهذه الحسينيات انقطعوا عن هذه الدنيا. الحسن البصري كان يقول: أسوأ شيء في الدنيا الولد، إن عاش عصاك وإن مات آذاك. الإمام زين العابدين قال: كذب والله. الولد الصالح إن عاش يبقى ذكرى ويعمل الصالحات، تجيني بركاته، تجيني بركاته. شوف شوف الثقافة، شوف الرؤية، فاصل كبير. أنا كم يوم تحدثت في بعض المجال بين الرؤية المادية، لا الثقافة في الدين الإسلامي، اجوا ناس غيروا وبدلوا في الدين، شوف رؤاهم. وهذا دواعش من هذول. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصية وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذايا أهوى أبا حسن. جاءت إلى ولدها: بني قم وانصر ابن بنت رسول الله. أم مسيحية، أم وهاب. قال: لأنعمنك عينا. تعلقت به زوجته تذهب إلى القتال وتدعني أترمل. قالت له: أعزب عنها وانصر ابن بنت رسول الله. قال: أفعل والله يا أمه.
لبس لابة حرمه توجه إلى قتال الأعداء. قاتل والقتال كر وفر، لابد أن يستريح. دخل في المعركة، قاتل رجع مجروحا والدماء تشخب من جراحاته. أمه أرضيت عني؟ قالت لا والله، حتى تقتل بين يدي ابن رسول الله وتبيض وجهي عند أمه الزهراء فاطمة. ذهب إلى قتال الأعداء، بينما هو يقاتل إذ سمع صوتا من خلفه معروف عنده: يا وهاب قاتل دون الطيبين أبناء رسول الله. التفت وإذا بها زوجته، قال: قبل قليل كنت تمنعينني من القتال والآن تحرضينني عليه. قالت له: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين قطعت نياط قلبي. أيوا حسينا. قال لها: ما سمعت؟ قالت: رأيته واقفا بباب الخيمة. ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ إصرار الولد، استماعه إلى مقام ومقالة أمه جعلته واحدا من أصحاب أهل البيت، وهو قد استهل بالإسلام مع الحسين سلام الله عليه. هذا رجل، هذا شاب، أما هناك غلام آخر جاء يسير إلى أبي عبد الله وقد شد السيف على خاصرته والسيف يخط في الأرض. نظر إليه الحسين: هذا غلام قتل أبوه في المعركة، ولعل أمه تكره القتال. قال: لا يا سيدي يا أبا عبد الله، إن أمي هي التي قلدتني سيفي. فقالت أمه: يا أبا عبد الله ائذن له بالقتال. إلها كلمة عظيمة: سيدي أبا عبد الله، أتذكل أمك الزهراء بولدها؟ ولا أذكل بولدي، كم عظيم رجز هذا الغلام. خرج وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد بشير النبي علي وفاطمة والداه. فهل تعلمون له بالنظير؟
ما عساه أن يفعل، ولكن فعل الواجب، ارتقى إلى أعلى عليين، وإذا برأسه يرمى إلى معسكر الحسين. أخذت أمه برأسه وبدأت تمسح الدم والتراب من على وجهه. بيض الله وجهه كما بيضت وجهي. رمات بحديتها للزهراء إلى الأعداء، أخذت عمود الخيمة، هذه الأمة الطيبة الطاهرة المربية، وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيف، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. هكذا أمرها الحسين أن ترجع إلى الخيام ولا تشمت به الأعداء. لا يقول أن الحسين ليس له ناصر، بدأ يبعث بالنساء للقتال. حتى قتلوا جميعا أوالي هذا الرمح بفادة تثنى، وهذا بيح للنشاب رنى. أكو إشارة إن شاء الله تعلمها وتعرفها: وهذا الخيل صدر رض رضنا. هذا وذاك بالهندي والذار، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن أول ظالم جميعا، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. بصوت واحد ها جميعا، وارفع صوتك بالبراءة منهم. اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا الله. اللهم اشف جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا يا الله. مرضى الحاضرين اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك. تقبل اللهم هذا القليل منا يا كريم. اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وأصلح ذريتنا يا الله، ولا تجعل في ذريتنا مبغضا لمحمد وآل محمد أبدا. من أسس هذه الحسينية
وشارك في تأسيسها الحاج المرحوم أبو عبد الله فائق الكاظمي والحاج الشيخ المرحوم فهد مهدي العاملي والحاج أبو جعفر والماضين من الذين حضروا في هذه الحسينية عليهم من الله رحمات وبركات نبعثها من هذا المجلس. اللهم ابعث إلى روح حبيبك المصطفى محمد وأرواح آل محمد وأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.